إضافة إخوان، في الفترة الزمنية الأخيرة التي نحياها انتشر شيء بيننا نسميه الاتصالات اللاسلكية، يعني معلومة يتم نقلها عبر الأثير في الهواء الذي نحيا فيه. وطبعا هذه الموجات ترتطم بأجسامنا، ارتطامها بالجسم، طبعا الجسم عنده قدرة على أن يصد هذه الإشعاعات، ولكن كثرة الارتطام وتكرار الارتطام مع الوقت يؤدي إلى هذه الأمراض. وكلما تطورت هذه الإشعاعات أو هذه الأمواج التي تحمل الأصوات والصور عبر الفضاء، كلما تطورت وازدادت سرعتها ازداد أذاها على الإنسان. ونحن حاليا في وقتنا الحاضر، يعني معظم الناس على الكرة الأرضية تستخدم الجيل الرابع من الاتصالات اللي مسميه جي 4 أو جي 4، معظم الناس، ونحن على عتبة أو نكاد ننتقل إلى عتبة الجيل الخامس. الجيل الخامس الذي يسمى جي 5، يعني سيكون أقوى وأسرع مئات أو آلاف المرات من الجيل الرابع. هذا الجيل الخامس يعني يحمل ضمن طياته خطر عظيم على جسم الإنسان والحيوان والنبات والطبيعة التي نحيا فيها، يعني هو نذير شؤم. وهذا الأمر إخواني معروف للشركات التي تصنع والتي تعمل على هذا الأمر، معروف لرؤساء الحكومات، معروف لمن يعطي التصريح ببناء هذه الأبراج والمحطات وهذه الشركات، شركات الاتصال، معروف للجميع الأخطار. إلا إنه على ما يبدو أن هذه الأخطار المعروفة للجميع يتم وضعها جانبا ولا يلتفت إليها. المهم أن نصل إلى الجيل الخامس، والسؤال لما يحرص هؤلاء على أن يتم نشر الجيل الخامس من الاتصالات في الدنيا، مع علمهم بالمخاطر العظيمة التي ستصيب الإنسان من هذا الأمر؟ طبعا إخواني، يعني لا يخفى علينا أننا نحيا في آخر الزمان، ولا يخفى علينا أننا من أول الزمان ومن زمن سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام كانت الحرب قائمة ما بين الشياطين، شياطين الجن وعلى رأسهم إبليس، ومع صنف آدم، الجنس آدم أو بني آدم كلهم على الإطلاق. هذه حرب، الشيطان عدو، ومن حيل الشيطان حتى إنه يستطيع أن ينتصر في حربه على الإنسان أن يتم تتبع كل إنسان على هذه الدنيا، تتبعه. وعملية التتبع يعني ماذا تحتاج؟ نحتاج معلومات عن كل هذا الإنسان، ماذا قال؟ أين ذهب؟ بمن التقى؟ ماذا فعل؟ ماذا يفعل الآن؟ هذه معلومات يحتاجها الشيطان وحزبه للسيطرة على البشر، وبالتالي تسييرهم حسب أجندة الشيطان وعبدته وحزبه. فحتى تتم لهم وحتى يتم لهم هذا الأمر، لابد من إمكانية التواصل أو وصل الكرة الأرضية جميعها بهذه الشبكة السريعة. يتم إعطاء كل شخص على وجه الدنيا إمكانية التحكم أو العمل بهذه الشبكة، ولكن ما المقابل؟ هذا طريق باتجاهين. إذا أنت استخدمت هذه الشبكة للوصول للمعلومة، فالمعلومة أو صاحب الشبكة يستطيع أن يصل لك. تكلمنا في دروس سابقة وقلنا أن الهاتف المحمول اللي احنا نستخدمه واللي ما فيكم ولا واحد فيكم يستطيع أن يستغني عنه، يعني من منكم يستطيع أن يضع ويقول أنا أريد أن أضع الهاتف جانبا ولا أريد أن أستخدمه، ما بدي لا فيسبوك ولا بدي واتساب ولا بدي ماسنجر ولا بدي مكالمات هاتفية ولا بدي رسائل نصية ولا بدي المعلومات اللي بتيجي عن طريق الإنترنت من الهاتف أو من اللابتوب أو من الكمبيوتر؟ من منكم يستطيع أن يفعل هذا؟ ولو افترضنا أن هناك من يستطيع أن يفعل هذا، كم ستكون النسبة؟ هل ستكون النسبة 1 بالـ1000، 1 بالـ100،
يعني يبقى انه في على الاقل 999 بالالف او 99% يستخدموا هذه التكنولوجيا اللي وضعها الشيطان وحزبه، وبالتالي الشيطان وحزبه يستطيع ان يصل الى هذه الكميه من الناس. طبعا الجيل الخامس يعني استخدام بصوره اريح، يعني انت تستطيع ان تبحر في المعلومات عن طريق الهاتف او عن طريق الكمبيوتر بطريقه اسرع بكثير ان تصل الى المعلومه، ولكن في المقابل الشيطان يستطيع ان يصل لك بنفس هذه السرعه. يعني هناك فائده للشيطان يريد ان يحققها فيعطيك شيء لا تستطيع ان تستغني عنه حتى لو علمت ان هذا الشيء يقوم بالتجسس عليك. وبالمقابل يحصل الشيطان على ما يريد. الجيل الخامس من التكنولوجيا فيها مضرة عظيمة، ولكن مع هذه المضرة العظيمة فيها تحكم عظيم للشيطان وحزبه في البشرية وفي الناس. هذه هي الفكرة. فلذلك يعني نتوقع أنه مجرد أن تبدأ فعليا رحلة استخدام الجيل الخامس من التكنولوجيا الأمراض ستزيد والإصابات ستزيد، وعدد من يقضي ويموت بهذه الأمراض وستزيد، وأيضا ستزيد معها البحوث من شركات الطب والأدوية، وستزيد الأدوية وستزيد أرباح هؤلاء الذين يقومون بنشر المرض وبنفس الوقت بيع العلاج. أعطيكم إخواني يعني اللي استخدم الحاسب الآلي من بداية ظهوره. أنا أذكر أنا أول استخدامي للحاسب الآلي ربما كان عام 82 أو 83، يعني قبل فترة زمنية طويلة، وأنا تدرجت في استخدام الحاسب الآلي فترة طويلة. في فترة من الفترات بدأ شيء يسمى فيروس الحاسب الآلي بالظهور. وأذكر في ذلك الوقت إخواني كانت شركات قليلة هي التي تعطيك الإمكانية أن تقوم بمسح هذا الفيروس، اكتشافه ومسحه. ما أريد أن أذكره أنه من تجربتي في تلك الوقت، في ذلك الوقت مع فيروسات الحاسب، لا نقول عن فيروسات الفعلية، فيروسات البيولوجيا الطبيعية، نتكلم عن فيروس الحاسب، يعني برنامجه، برنامج نصي يكتبه إنسان مبرمج. فيروس الحاسب الآلي في ذلك الوقت ما كنت أذكره أنه عندما يتم عمل فيروس للحاسب الآلي هناك شيء نسميه أنتي فيروس أو البرنامج الذي يقوم بمسح هذا الفيروس من جهازه. في كل مرة كنت تشتري الأنتي فيروس حتى يمسح هذا الفيروس، بعد فترة زمنية معينة يظهر في الحاسب الآلي فيروس جديد. ما ظهر لي في تلك الوقت أن الأنتي فيروس نفسه هو الذي يزرع هذا الفيروس. ليه؟ حتى تقوم بشراء الأنتي فيروس الجديد. ففكرة الفيروس للحاسب الآلي هي فكرة تجارية، يعني من يصنع الفيروس هو الذي يصنع الأنتي فيروس، والأنتي فيروس يضع لك فيروس جديد حتى تشتري الأنتي فيروس، وهكذا دواليك، يعني دائرة لا تنتهي. ونحن في زماننا عندما نتكلم عن أمراض تصيب الإنسان، يعني الفكرة عند الشيطان هي نفسها. الله سبحانه وتعالى عندما قال ولا تخافوهم، يعني نعود قبل التكنولوجيا، نعود 1000 سنة أو 2000 سنة إلى الخلف على سبيل المثال. كيف كان يعمل الشيطان؟ كان يعمل الشيطان بطريقة يعني نسمي أنه سحر القاعدة، سحر الخادم والقاعدة، القاعدة أو الخادم، يعني هذا نوع من أنواع السحر الذي كان يقوم فيه الشيطان. ماذا يفعل؟ يأتي شيطان ويتفق مع إنسان، على أن يقوموا بضرر سين من الناس، والضرر لا يأتي من الشيطان، الشيطان لا يستطيع أن يتوجه مباشرة بالضرر للإنسان إلا عبر إنسان آخر. هذه السنة الحياتية التي نحياها، هذه شعيرة من شعائر الدنيا، ناموس من نواميس الكون، أن الشيطان حتى يضر إنسان جسديا يتوجه إلى إنسان بحلف
ويقوم الاثنين بمضرة هذا الشخص وهذا الذي نسميه السحر. فيقوم الشيطان بالتحالف مع إنسان ويقوم بإحداث السحر على هذا الإنسان لضرره. فإن تم ضرر هذا الإنسان يصبح عند الشيطان فرصة أن يأتي لابتزاز هذا المضرور، إما بالكفر بالله سبحانه وتعالى، بالذبح لغير الله سبحانه وتعالى، بقتل إنسان، بعمل شيء لا يرضي الله في مقابل أن يقوم بفك السحر عنه. وإن وافق الطرف الآخر يعني يصبح أيضا عرضة لهجمات جديدة من هذا الشيطان، وهكذا دواليك. يعني هذه الحيلة المستمرة من زمن قديم تم تطبيقها على الحاسب الآلي، والآن يتم تطبيقها على الإنسان نفسه. الأمراض تصنع الفيروسات، تصنع الجراثيم، ويتم نشر هذه الجراثيم، هذه الفيروسات لإحداث الأمراض عند الناس بطريقة ما أو بأخرى، وبعد ذلك يتم ابتزاز هؤلاء بطريقة ما أو بأخرى لشراء الدواء أو يعرض عليهم الدواء في مقابل مصالح، المصالح إما للشيطان أو لحزب الشيطان، عبدة الشيطان وحلفائه. عبدة الشيطان وحلفائه تسعى وراء المال، الشيطان نفسه يسعى وراء إخراج الإنسان من الملة، من حبه لله سبحانه وتعالى، من عبادته لله، فتتحقق هذه المصالح للشيطان بشكل عام.